نهائي مثير ويعني غير المتوقع خالص، بسبب يعني انا كنت متوقع ان البرازيل هي اللي تاخد البطولة. ميسي ما شاء الله يعني كان شال الارجنتين وكان عامل شغل عالي قوي، ومبابي لعب مجتهد. الفريقين كانوا باظلين مجهود كبير جدا، ومبابي الصراحه كان نفسه ياخدها بس وجابها هاتريك فاهم، فحاجه جميله جدا، وجاب جونين في 3 دقايق ووصلهم للاكسترا تايم ووصلوا 3-3، فكان ماتش جامد جدا يعني، افضل نهائي شفته الصراحه يعني من فتره كبيره الصراحه يعني، والتنظيم جميل والبطوله كانت جميله يعني. كان النهائي هو نعم كان النهائي كويس، بس كان في منتخبات تستحق اللي هي تبقى في النهائي غير الارجنتين مثلا، في منتخبات مثلا زي منتخب المغرب، انا مش عشان عربي ولا حاجه، بس هو منتخب المغرب كان داخل بقوه الموسم في كاس العالم دوت، محدش كان متوقع ان هو يعمل النتائج دي، وصعد اول مجموعته على كرواتيا وعلى كندا وعلى بلجيكا، ونعم دي حاجه طبعا بتاعت ربنا وكل حاجه، بس وقدر الله مش عارف. ميسي حتى اول مره نشوف ميسي بيحارب كده في اي بطوله، لازم ينهي يعني حياته الكرويه بكاس عالم. فعلا، لان ميسي اصلا يعني يستحقها بجداره، لان هو من احسن اللعيبه في التاريخ، ومن احسن اللعيبه اللي انا شفتها في حياتي، ومن احسن من لمس الكره في تاريخ كره القدم كله اصلا. ماتش النهائي ده كان من احسن الماتشات اللي انا شفتها في حياتي يعني، 3-3 والجون كان كتير، وهاتريك بتاع امبابي وجون ضربه جزاء في الاخر، وكان وصل ضربات الجزاء، فالماتش كان كله اثاره وحماس، ويعني كان ماتش جامد جدا بصراحه، استمتعت اللعب بفرج اصلا على ميسي. كفايه وقفه ميسي في الملعب والله، من اول ماتش بدا لحد الدقيقه 78 كان الماتش عادي ومحسوم للارجنتين، بس بعد كده فرنسا امبابي عمل حاجه اسطوريه يعني، قلب الماتش بقى 2-2، بعدين دخلنا بقى في الشوط الاضافي بقت 3-2. طبعا اعظم نهائي، ومبابي راح رجع 3 برده، بس فرنسا ضيعت ضربات جزاء والارجنتين كسبت. الاثاره كل شويه فرقه تكسب وتعمل ريمونتادا في نفس الماتش، كان من اعظم النهائيات اللي شفتها الصراحه. من اعظم النهائيات واجمل مباراه شفناها، انا متابع كاس العالم من سنه 70 بامانه يعني، اعظم نهائي شفته. اول مره يعني اتفرج على نهائي كاس العالم، حاجة مش عادية يعني، أول مرة أشوف نهائي كأس عالم فيه 6 أهداف وركلات جزاء وإمبابي، حاجة عالية طبعا، وهيكون مستقبل يعني مستقبل كبير، هياخد كرة ذهبية، في حاجة لسه نشوف كورة إن شاء الله.